المحاضرة اللكتشر لأنها عبارة عن سلايدات، فما في داعي إنه تكون لايف، فعشان هيك بدي الآن نعطي المحاضرة ريكوردد مسجلة، ورايح أعطيكم اللينك حتى تدخلوا عليها. فأي محاضرة راح تكون مش براكتيكال، مش عملي، ما فيهاش كود وكتابة كود، رايحين نعطيها ريكوردد وأسجل لكم إياها، وبعدين أعطيكم اللينك حتى تدخلوا عليها. اليوم المحاضرة تبعتنا طبعا الجي يو اي، الموضوع تبعنا ف يوزر انترفيس ديزاين. بدنا نحكي عن شغلة مهمة جدا، الجي يو اي بنقدر نسميها كمان اللي هي دبليو اي ام بي انترفيس، بيكوز ذي كومبرايز، بتتكون من الاشياء التالية اللي هي الويندوز والايكونز والمنيوز والبوينترز. طبعا انتم عارفين انه اليوزر انترفيس تتكون من الاشياء هاي اللي هي الويندوز، الايكونز، المنيوز والبوينترز. الويندوز زي ما بتعرفوا اللي هي ويندوينج انترفيسز، تسمى ويندوينج انترفيسز، يعني بالعربي ما بقدرش، الواجهه، النوافذ، الواجهه، خلينا نحكي. They use rectangular boxes called windows to present the components of an application or the contents of a folder. إذن هي عبارة عن الويندو اللي دائما نفتحها بغض النظر شو هي، فنفتح ويندو حتى إنه نشوف محتويات فيها، بنشوف فولدرز، بنشوف components معينة اللي هي بعض الأشياء واللي بتكون موجودة فيها. Windowing was first demonstrated by the Xerox Alto. أول من خلينا نقول أنشأ الويندوز وعملية النوافذ والأشياء هاي شركة اسمها Xerox Alto, and later incorporated into the Apple operating system and Microsoft Windows. بعدين أخذوها اللي هم شركة أبل وشركة مايكروسوفت وطوروا عليها. الويندوز ستيتس، حالات الويندوز اللي هي two cases. أول إشي minimized the window occupies the whole screen. Maximize of one اللي هي بعطي maximize اللي هي كل الويندو، رايح يعمل occupy لك في كل الويندو، يعني إنه بيغطي كل الشاشة اللي موجودة. Minimized the window is reduced to a button or icon. ما انتو عارفين انه ايش لما نعمل minimize بيجي زي icon او button على التاسك بار اللي بكون تحت. كمان من الويندوز ستيتس اللي هي restored، اذا احنا حكينا ويندوز ستيتس two cases اللي هن الرئيسيات، وفيه كيس ثالث اللي هو restore the window returns to the previous dimensions، اللي هو لما نعطي restore برجع ال window case للحالة السابقة. The window also becomes resizable and can overlap other windows. ممكن إنه يصير زي ما إحنا شايفين الأشكال هاي اللي موجودة، ممكن نعمل على شكل ties، يكون إذا شايفين اللي على اليسار هنا أول شكل على اليسار اسمه tiled windows، يعني على شكل بلاطات، خلينا نقول overlapping يعني متداخلات اللي بعديها، بعدين cascading اللي هي وراء بعض بهالشكل هذا بشكل مرتب. وإيش نكون طبعا هنا بنقدر إنه إذا بنعمل كليك على واحدة من الويندوز بتكون هي الأكتيف، وبنقدر نشتغل عليها الأشياء اللي بدنا إياها. فهاي بعض الكيسز للويندوز. الويندو كومبوننت، الكومبوننتس تبعتها اللي هي الاشياء اللي موجوده بالويندوز زي ما احنا شايفين. طبعا الويندوز اكس بي ولا ويندوز ايش ما كان اللي هي من منتجات شركه مايكروسوفت، او اذا كانت من منتجات شركه ابل راح اكون تقريبا نفس الاشياء. فاذا شايفين هون التايل بار، التايتل بار عفوا، التايتل تكست،
التايتل بار طبعا نفسه، بعدين في المنيو بار اذا شايفين، بعدين في الويندو فريم الاشياء الاطار تبع الويندو، واشياء كثيره موجوده بنقدر احنا انه نشوفها هنا وبنعرفها طبعا مش بعيده عنا، زي سكرول بار، زي سكرول ارو اللي هو السهم هذا الموجود والسهم اللي فوق وهكذا. اذا شفنا كمان هنا بالماك اوبريتنج سيستم اللي هو من شركه ابل، بنلاقي تقريبا نفس الاشياء، يعني كلوز باتون، مينيمايز، زوم، بروكسي، يعني بجوز يكون مثلا الاسم مختلف، بدل ما هناك الادرس مكتوب هنا بروكسي ايكون مثلا، تايتل بار ويندوز تايتل، سكرول بار، نفس الاشياء موجوده بالواجهه هاي اللي هي تبعت مايكروسوفت، او الواجهه الثانيه اللي هي تبعت شركه ابل. الويندوز انترفيسز في عندنا اكثر من نوع من الويندو او الويندوز. اول نوع اللي هو مالتيبل دوكيومنت انترفيس او بنسميه ام دي اي. اذا اول نوع من الويندوز اللي هي ام دي اي، النوع الثاني اللي هو اسمه اس دي اي اللي هو سنجل دوكيومنت انترفيس، والنوع الثالث اللي هو تابت انترفيس. فخلينا نشوف الانواع هاي ونقرا عنها بطريقه أو نشوف شو مميزات أو properties of every kind of windows. خلينا نشوف الآن. فبقول لك اللي هو الـ MDI أو الـ Multiple Document Interface، بقول لك the Multiple Document Interface is application centric. يعني إيش؟ يعني مركزي، عبارة عن بكون التطبيق تبعها مركزي. شو بعني هذا؟ هسا بنشوف. An MDI application launches a primary window that serves as the work space for all open documents. شو معنى هذا الحكي؟ في عنا window رئيسية رايحين نسميها اللي هي parent، ورايحين نسمي windows خلينا نقول branches أو windows فرعية بنسميها ايش؟ بنسميها children. اذا في عندنا parent اللي هو centric، هذا معناه انه في window مركزية، والباقي الويندوز عبارة عن ايش؟ عبارة عن children for that parent، او عبارة عن windows صغيرة فرعية. نشوف شو المميزات تبعت هاي الاشياء. فزي ما احنا شايفين في عندنا window رئيسية اللي هي هاي الويندو الرئيسية، وشايفين كيف انه بتفرع منها عدة ويندوز صغيرة اللي هن children. اذا هاي عنا parent وهاي عنا children، تمام. فهاي الـ الاشياء او خلينا نقول الـ MDI window user interface. بقول لك الـ advantages للـ MDI، شو الـ properties او الـ advantages منها اللي هي الأشياء اللي خلينا نقول الإيجابية. بقول لك they conserve system resources، يعني بحافظ على السيستم إنه ما يكونش فيه إيش؟ فيه لود عليه وأشياء زي هيك. ليش؟ لأنه عبارة عن برنامج واحد. يعني أنا لما أفتح فوتوشوب خلينا نقول، بفتح بس إيش؟ بفتح خلينا نقول ويندو واحدة، ولكن من ضمن هاي الويندو بكون في ويندوز اللي هن children أكثر من ويندو. فأنا هنا بحافظ على السيستم خلينا نقول resource، إنه ما بفتح إلا just one file، ما فيش أكثر من file بفتحه، مش عدة فايلات، وهذا بيعمل load طبعا على الجهاز وممكن يبطئ الجهاز أو السايز تبع الجهاز ويصير كبير والأشياء هاي، أو ضغط على الرامات والأشياء هاي. فإذا they conserve system resources. They create minimal visual clutter. كمان إنه بكون هنا خلينا نقول التوسيع تبع، يعني by default رايح يكون لما تفتح مثلا إشي زي هيك، مثلا زي فوتوشوب، زي paint، زي أشياء زي هيك، بتلاقيهم مرتبات بطريقة لحالهم by default، مرتبات ordered. بكون مثلا الويندوز الفرعية هاي على اليمين
وبتكون البيرنت اللي هي الكبيرة بتكون ماخذة كل الشاشة. فإذا ما فيش خلينا نقول فيجوال كلتر يعني فوضى بالموضوع، ولكن بتكون كلياتها مرتبة بطريقة خلينا نقول مرئية بشكل صحيح وما فيش أي مشاكل. They provide a coordinated workspace كمان، يعني لما أنت تعمل واحدة منهن active الأشياء الثانية بتكون inactive أو disabled، فهذا بيساعد على الwork إنه يكون والشغل عليها بيكون إيش، بيكون مرتب ومنظم. They allow multiple documents to be simultaneously visible، يعني إيش؟ يعني إنه أنا بقدر أشوف أكثر من window بنفس الوقت، وهذا موجود. يعني إنه مثلا بشوف الويندو تبعت اللايرز مع الويندو تبعت الالوان الكالرز مع ويندو شيء ثاني مثلا، كلياتهم بشوف من قدامي وبختار اللي بدي اياه. فهنا ما بكون فيه مثلا شيء هيدن او ما بقدرش اشوفه. اذا هاي الادفانتجز تبعت الام دي اي. الديس ادفانتجز للام دي اي بقول لك منيوز تشينج اكوردنج to the state of the active document. يعني شو معنى active document؟ بتكون إيش؟ بتكون هي اللي مبينة بلون معين. باقي الويندوز بتكون إيش؟ بتكون خلينا نقول this أو inactive. وهنا اعتبروها سلبية، فمع إنه مش سلبية يعني خلينا نقول برأيي إنه إيجابية، يكون إنه المنيوز change according to the state of the active document. يعني معناه إنه إيش؟ إنه أنا لما أعمل disable للبقية بطريقة معينة أو لما أعمل active على الرئيسية بتكون إنها ذاك inactive، وهاي شغلة أنا بحس إنها حسنة مش سيئة. ولكن هنا أتوقع إنه بيني فيها إنه parent والchildren، إنه إذا بعمل إشي على البيرنت مثلاً بعمل لها مينيمايز البيرنت كلياتهم رايحين يكونوا مينيمايزد، يعني ما بقدرش مثلاً بس أعمل مينيمايز للرئيسية إنه يظل مثلاً الويندو الفرعية تبعت الألوان أو الويندو الفرعية تبعت خلينا نقول اللايرز أو شغلة زي هيك موجودة. الثانيين بقول لك document windows must remain within MDI primary window. هاي نفس الأشياء اللي حكيناها، يعني إنه مرتبطة اللي هن الويندوز الchildren مرتبطة مع الرئيسية، والبرايمري ويندو اللي هي الرئيسية إيش ما بتعمل فيها هذلاك بيلحقوها. فإذا عملت مينيمايز بصيروا مينيمايز، إذا عملت ماكسيمايز ماكسيمايز وهكذا. Children windows can be minimized within the parent window. This increases the visual complexity of the screen which may have other open parent windows. مرات لما انت بدك تعمل اشي على child window مثلا تعملها minimize وفي window ثاني فاتحة فيها عندها يعني parent و children لفايل ثاني، فبصير هنا فوضى، يعني بصير فوضى بجوز الواحد او اليوزر يتحير اياها هاي الويندو لأي مثلا تابعة لأي فايل او لأي application أنا فاتحه. فهنا بصير ممكن فوضى إذا أنا فتحت أكثر من application بنفس الوقت وصار فيه child windows كثيرة على الشاشة، فهنا بصير فيه complexity أو بصير فيه تعقيد بالموضوع. إذا هاي تعتبر disadvantages للMDI. منيجي للنوع الثاني من الويندوز اللي هو الاس دي اي او سنجل دوكيومنت انترفيس. بقول لك سنجل دوكيومنت انترفيسز او اس دي اي ار دوكيومنت سنتريك، يعني هو عباره عن جاست سنجل، يعني سنجل دوكيومنت من اسمها انه جاست وان ويندو، بتكون ويندو واحده ما فيش معها تشيلدرن او تشايلد ويندوز، فعشان هيك بتكون سنتريك لحالها، يعني بتكون مركزيه بحد ذاتها. They open new primary windows for each instance of an application document. يعني كل application له just one window. فشوفوا كيف، يعني بجوز أنا أفتح
ويندو تبعت الوورد، ويندو تبعت الباوربوينت، ويندو تبعت الاكسل مثلا بنفس الوقت. فكل واحد منهم له سنجل دوكيومنت انترفيس لحال بمعزل عن الثاني، وما له دخل باي دوكيومنت او باي ويندو ثاني. زي ما احنا شايفين هنا، هاي في ويندو هنا وهاي ويندو ثانية، فكل واحدة سنجل عن الثانية، ما لها دخل بالثانية ولا في أي ارتباط بينها وبين الثانية. هاي اللي هي Single Document Interfaces. الأدفانتجز للSingle Document Interfaces بقول لك they are document centric. The menus and toolbars refer only to the one child document window. يعني ايش؟ يعني يعتبر هي عبارة عن نفسها بتكون parent ونفسها بتكون child، يعني ما فيش خلينا نقول اشي ثاني، just single or one window. This reflects the user's point of view. هذا يعني بقول لك بنعكس على اليوزر وبصير في استقلالية بالشغل. يعني انا بدي اشتغل word وفاتح اكسل وفاتح باوربوينت، بقدر اشتغل وورد لحاله بمعزل عن الاشياء الثانيه وما لها دخل الاشياء الثانيه بالفايل اللي انا بشتغل فيه. They are less visually complex، بقول لك اقل تعقيد من ناحيه المشاهده للسكرين. لانه ايش؟ لانه الاشي اللي ما بدي اياه بكون hidden او بكون minimized، وبس just the active one اللي هي بتكون عندي، فهنا ما فيش تعقيد. يعني بينما مثلا بالام دي اي كنا نشوف حتى لو كانت اكتف بتكون ايش باقي الويندوز بتكون موجوده على الشاشه وبشوفهم كلياتهم، لكن هنا الاشي اللي انا مش عامل له اكتف بكون هيدن وايش مينيمايزد على التاسك بار. فهاي تعتبر ادفانتج. Disadvantage للأصدقاء بقول لك they don't provide a way to group diverse but related document windows. ما فيش طريقة اللي أعمل جروب إلهم كلهم، يعني إني أجمع كل مثلا اللي minimized واللي غير minimized أجمعهم بطريقة معينة حتى أشتغل فيهم بنفس الوقت. وأنا ما بقدر بالأصدقاء. ليش؟ لأنه كل واحدة مستقلة عن الثانية وبمعزل عنها وما إلها دخل بالثانية. The taskbar can become full when too many documents are open. كمان هنا التاسكبار تحت مرات بيكون الواحد فاتح مثلاً 10 files أو 10 applications مع بعض وعاملين لهم minimize أو معمول لهم minimize، فهنا بصير فيه تحت crowded، بصير فيه heavy أو full documents تحت. وهذا كمان بيأثر على إيش الأوبريتنج سيستم، بيأثر على أداء الكمبيوتر. ليش؟ لأنه كلياتهم هذول الفاتحين شغالات وهذا بيعمل لود على الجهاز. فعشان هيك المفروض إنه الواحد إذا ما بده مثلاً فايل معين أو أبليكيشن معين وخلص منه يعمل له كلوز، ما يعمل له مينيمايز، لأنه المينيمايز هذه بتكون الفايل بعده شغال على الجهاز وهاي مشكلة. Cycling between windows can become difficult. كمان في ناس مثلا ما بعرفش يعمل cycling between them أو navigation between them، يعني ما بعرفش يروح من نظام لنظام إلا يعمل minimize، أو من application لapplication إلا يعمل minimize للapplication الأول وإيش ويروح على الapplication الثاني. فهاي مشكلة وهاي إيش شغلة متعبة بتصير، وبصير التنقل بين هاي الابليكيشنز صعب جدا. فإذا هاي الديسادفانتجز للSDI. نيجي لإشي ثاني اللي هو تاب دوكيومنت انترفيس. يعني تاب الآن رايحين نشوف شو معناها. يقول لك a version of MDI، هي عبارة عن جزء من MDI أو من المالتيبل دوكيومنت انترفيس، also called workbook. زي ايش؟ زي workbook الموجود بالاكسل. فاذا منشوف بعد شوية هاي مثلا منشوف التابس هذولا
هاي التاب، هاي عبارة عن one tab، tab number one، tab number two، tab number three، الactive tab number three. فهي عبارة عن زي الايش، زي المالتيبل دوكيومنت انترفيس، كل واحدة منهم موجودات داخل ايش، داخل اللي هو البيرنت الكبيرة، وهذول موجودات وبقدر اتنقل فيهم منهم معهم عفوا من واحدة لواحدة بطريقة خلينا نقول سهلة، انه بعمل تيك على الاشي اللي انا بدي اعمل عليه اخليه اكتف واشتغل فيه. فاذا هي a version of MDI also called workbook، زي الworkbook تبع اللي بكون على الشيتس تبعات ايش، تبعات ال عفوا هنا في الجهاز لانه بدي يخلص شحنه. طيب اوكي، زي الشيتس تبعات ايش، تبعات الاكسل والفايل تبع الاكسل. others allow documents to be resized and minimized which removes the tab becomes MDI. يعني في بعض الابليكيشنز اللي زي هون بقدر اعمل له ايش، اعمل له مينيمايز وماكسمايز، يعني بشيلها هاي بصير ايزوليشن لها او فصل، فايش بترجع زي كانها جزء من كانها تشايلد ويندو وبترجع جزء من الام دي اي.